يعتبر مستشفى الملك حمد الجامعي من الصروح الطبية المتميزة والمتطورة في القطاع الصحي بمملكة البحرين، والذي قدم على مدار أكثر من 10 سنوات الكثير من الخدمات الجليلة للمواطنين والمقيمين. هذا وعكس مستشفى الملك حمد الجامعي مسيرة التطور الطبي والصحي التي شهدتها مملكة البحرين منذ تأسيسه وإلى يومنا هذا، بتقديمه أعلى مستويات الرعاية الصحية. رحلة نجاح مشرفة وإنجازات مبهرة وغير مسبوقة سطرها مستشفى الملك حمد الجامعي على مستوى المنطقة خلال مسيرة امتدت لأكثر من 10 سنوات وما زالت مستمرة، مما جعله وجهة طبية رائدة في تقديم خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين والمقيمين من خلال تخصيص فريق طبي وإداري بأعلى مستويات الكفاءة وتوفير التجهيزات الإنشائية والطبية المتقدمة وأحدث التقنيات والمناهج التشخيصية وتقديم أفضل الممارسات العلاجية والتدريبية والبحثية. وفي إطار الاهتمام بالقطاع الصحي في مملكة البحرين والحرص على تقديم أفضل الخدمات في هذا القطاع، حظي مستشفى الملك حمد الجامعي بدعم واهتمام كبير ومتواصل من لدن جلالة الملك المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مما جعله صرحا مهما أسهم في تطوير مسيرة التقدم في القطاع الطبي بمملكة البحرين. منذ بداية إنشائه وإلى يومنا الحالي يعمل مستشفى الملك حمد الجامعي على توطين العلاج والخدمات الطبية من خلال الكفاءات الطبية المتميزة وتوفير خدمة علاجية متكاملة ورعاية صحية متميزة ليطمئن المريض للخدمات المتاحة، ليصل المستشفى سريعا إلى مستوى العالمية واستقطاب المرضى من الخارج ليصبح وجهة للسياحة العلاجية. حقق مستشفى الملك حمد الجامعي أرقى مستويات العناية الطبية وفقا للمعايير العالمية المعتمدة، حتى حصل شهادات معتمدة على مستوى العالم، وقام بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات الطبية في المملكة وخارجها بقرض تقديم أحدث البرامج التدريبية والتعليمية لكوادره الطبية والإدارية للارتقاء بأداء المستشفى وإثراء المعرفة وصقل المهارات. فبعد 10 سنوات وأكثر لا يزال مستشفى الملك حمد الجامعي مستمرا في تحقيق أفضل الخدمات الطبية والصحية ومواكبة التطورات المتسارعة ليحقق المزيد من النجاحات والإنجازات على مستوى العالم.